الحواشات اللي خرجنا ديما ما تشوفش يعني في البرنامج السنوي الحمد لله لي فيش دو بروش، وهذا هو الجديد والجميل في هذه المشروع هذا. ما مشيناش على عبات كنا بدينا كنعملوا ارقام، فكل مشروع مشروع عنده فيل دو بروجي واللي هو واجد واللي ان شاء الله غنكون مصادق عليه اليوم. اليوم كتعرفوا كيفاش كيدوز هذا المشروع هذا. اليوم المشروع هذا غيمشي ان المركز وزارة الداخلية باش تاهما يعملوا الملاحظات ديالو. فأعتقد بأن اليوم حاولنا نلمسوا ما هو واقعي باش يكون هناك قبول من طرف الشركاء ديالنا، وحاولنا باش تكون هناك لمسنا باش يكون هناك إمكانيات للتطبيق ديالو. فأعتقد بأن كل ما دورة حاولنا كلها فكانت هناك الا اشارات كنا كنخطفوها، وحنا كنا كنشتغلوا وكنا كننزلوا في الدورات ديالنا ثلاثه اربعه المشاريع. فولا اليوم نقول لنا فيا فوق ولا حدث ما بين جوج فاصله كسي سي المدير جوج فاصله ثلاثه جوج فاصله خمسه مليار درهم في هذه السنه في هذا 14 شهر ديال التزامات المجلس. واليوم خصك تقولوا بان في هذا البرنامج ديال التنمويه نزلنا ما يفوق ما بين 12-13% من المشروع ديالو ديال في النقاط ديال الجدول العمل ديالنا واللي غنواكبوا بها. بالنسبه لاهم المشاريع واللي يمكن اليوم البرنامج الجهوي للتنميه، شنو هو يمكن حاولنا باش نشوفوا شنو هما الاهم ديال المشاريع والاولويات ديالنا الاولى. اول حاجه قلنا شنو كيفاش يمكن نحققوا الانتقاء. كاين الحكومه، كاين مجلس الجهه، كاين مجالس اخرى منتخبه، اما مجالس اقليميه إما المجالس كذلك الجماعات الترابية. كيفاش يمكن هاد الالتقائية في البرامج كانت أفقية أو كانت عمودية؟ هاد الالتقائية ديال هاد البرامج هي اللي عاد تحققنا يعني لو طو دونجاجمون أو لو طو ديكزيكسيون، يعني أهم يعني هي اللي عاد تقدر تقول لنا كيفاش يمكن تنزل ديال هاد المشروع هذا، وكيفاش يمكن الالتقائية من هذا الهدف. فكان كما جيت في مجموع تبني 233 مشروع كيتجمعوا في 48 برنامج، 24 محور فرعي و5 محاور اساسيه. اعتقد ان هذا هو يعني كتطبيقه ممكن هضرت. خليتكم دابا باش تسولوا باش نتوما تعطيكم كلمه اللي بغيت تسال في سؤال محضر. دونك الحركيه اللي بغينا نشوف اليوم هاد باغي نعملو هذاك التران من المغوره حتى المنطقه الصناعيه طنجة ان شاء الله. وهذا ماشي سهل، مشروع اللي غيكون بحال دي ايرواغ اللي كتشوفوهم في بعض الدول المتقدمه، واللي غيدوز هنا يمشي حتى غيمشي مثلا غيمشي للمغوره ولا هواما ويبقى ماشي توصل عين دالير وصل مدينه ديال الصناعيه. وكاين هناك دراسه ديال الجرو ان شاء الله اللي بغينا نعملوها ما بين عين دالية وكزناية. هذا مشروع ان شاء الله باغي نخرجوا في هاد 5 سنوات، ولكن الاخر عندنا الدراسه ديالها اللي تخصها امكانيات كبيره اللي كخصناش الاشراك ديال الجامعه الاولى، اشراك اليوم ديال الجامعات اللي معنا داخل الاقليم ديالنا اللي نقولوا. وهذا هو اللي تطلع مثلا اليوم كخصك ترتب اول حاجه تخلي كنقولوا حتى على تنافسية مع الجهات. اليوم كنقول انا الجهه طنجه طه الحسيمه هي ثالث قطر اقتصادي في الجهه في المملكه، وثاني قطر صناعي. غير نقدر نوليو اول قطر صناعي وثاني قطر اقتصادي. كذلك خصنا نشوفو المراعاه ديال الاخوان، سمحوا لي المراعاه ديال عدد السكان. اليوم طنجه فقط 1,200,000 سكان، وكاين بعض الاقاليم اللي فيها 30,000 ولا 40,000 مدينه ديالهم. ما كاينش تقارن اقليم ومع اقليم. يمكن هذا هذه الناحيه الاولى. الناحيه الثانيه اللي بغينا نعملوا هذه المقاربه اللي بغينا نعملوها هي اول حاجه تهيئه المراكز الصاعده. كاين 8 المراكز الصاعده من الاهل، فك العزله على الساكنه على القراوي 300 دوار. اليوم خصكم تعرفوا شنو المبلغ اللي عملناه، ما تقولش بان العداله جايه. خصكم تعرفوا اخواننا الله يخليكم،
سنة 2022 وديال 23 غير بجوج في البرنامج ديال فك الرزنة في العالم القهوي وصلنا مليار ديال الدرهم 433 مليون ديال الدرهم وهاد العام 520 مليون ديال الدرهم تقريبا مليار ديال الدرهم وهذا الشيء خسر الناس كيخرجوا يخرجوا خسر يقولوا بان مليار مشات غير في الطرق على السوق باقي خص بالفعل ولكن اليوم راه هي ملي كنقول 500 مليون راه كتمشي لنا يعني امكانيات كبيره اللي كتمشي في هاد السنتين هادو اللي باش يفك العزله ديال 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 كذلك تحسين معدل الشبكه الكره حنا ما كنرضاوش ملي كنشوفوا لي ستاتستيك ملي كيجيبوا لنا كيقول لك باقي الجهه ديالكم ناقص الضوء او ناقص الماء حشومه بعض الجماعات اللي عندهم قرابين على جوج ولا خمسه كيلومتر على واحد السد وما عندوش الماء فلا مشيتو في البرامج وفي البرامج اللي حطينا وفرات الدورات ما كاينش دوره اللي ما كنحطوش ملي كيكون اي ماء شي واحد كيتصل بيا تقول لك خليك عند الدوره ديال فلان ولا كيف ناقص الماء هي من الاولويات ولا شتو اللي معطيك البرمجه ديال الفائض ديالنا برمجنا 14 مليون ديال الدرهم ما يفوق 14 مليون ديال الدرهم كلها عملناها الماء باش كيف عندنا في الفائض اللي تتبع معنا من اهم المشاريع او من اهم المشاريع في الدورات ديالنا لكل مدينة مسؤوليه داخل هذا المجلس الجهه فكتعرفوا اليوم البرنامج التنميه الجهويه هي خريطه الطريق ديال واحد المشروع ديال خمس او ست سنوات مقبله ان شاء الله حرصنا على التشارك حرصنا باش نكونوا مفتحين على الجميع من هذا المنبر مره اخرى كنشكر كل اول حاجه السيد الوالي اللي واكب معنا التنزيل يعني ديال هذا المشروع بدايه النهار الاولي هو يعني في النصائح ديالو باش نخرجوا واحد البرنامج التنموي في هذا المستوى برنامج اللي هو كيطمح عليه كتطمح عليه السكينه ديال الجهه كلها كل واحد فينا شباكس ذاته يعني من المناطق ديال الاقاليم الثمانيه فاعتقد بان كيبقى المسؤوليه العاتق ديال كل مجلس والمتدخلين كلهم باش ننزلوه بحله ديالو باش ننزلوه بموضوعيه وباش ننزلوه في واحد الظرفيه اللي هي ماشي سهله يعني واحد الظرفيه في اربع سنوات ولا خمس سنوات فدوزنا من جهاد الاصغر الى جهاد الاكبر ان شاء الله ونطلب الله يوفقنا وكذلك كنطمحوا باش تكونوا معنا كنواكبوا ان شاء الله في تنزيل هذا المشروع هذا هو مشروع ماشي غير ديال الجهه مشروع ديال بلادنا كامل شكرا.